هنشوف بلوى. تعالوا على الطبيعة فوق. ربنا يا ناس، خرسانة من غير اسمنت، ده يرضي ربنا. الراجل محطش اسمنت في الخرسانة خالص. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة استدعانا فيها الأستاذ أحمد عادل، موظف بإحدى البنوك الأجنبية. وكان سؤالنا الأول له الأستاذ أحمد، حضرتك استدعيتنا ليه؟ والله أنا أشكر حضرتك أنك جينا واستكملنا الأعمال بتاعتنا وتمت بشكل فعلا كويس بأقل مجهود من ناحيتي، والمتابعة كل حاجة تمت في معادها وزي ما احنا متفقين بالضبط على كل حاجة، ودي حاجة ريحتني أنا شخصيا يعني. طب هو كان إيه الشيء اللي حضرتك شفته خلى حضرتك أسرعت بسرعة أنك أنت تستدعي مهندس يجي يشوفها؟ انا لقيت بعض الشروخ في اماكن في السقف بتاع الجراج، انا كان عندي خلفية عنها من قبل كده هو ان هي فيها مشاكل في وقت البناء. تمام. مشاكل ان كان انا السقف المشكلة عندي اتصب على مرتين، اول مرة كانت الصب عادية وهو شغال في الصبة في نص اليوم الخلاطة باظت منه، فاضطر ان هو ياخد الخلاطة ويروح يصلحها ويجي بخلاطة تاني يوم الصبح. لما جه تقريبا بقى المون كان فيها مشكلة عنده، ما عرفش ايه اللي حصل. المهم ان الصبة الجزء الحوالي 100 متر ده بتاع تاني صبة ده كان لون الخرسانة بتاعته لونها اصفر، يعني تحس ان هي ما فيهاش اصفر. وده الشيء اللي احنا فعلا اول ما جينا هنا لقينا الجزء اللي قال لنا عليه الاستاذ احمد عادل، لقينا الجزء اللي شاور عليه لنا، لقينا لونه اصفر كأن ما فيهوش اسمنت خالص. وده اللي موجود معاكم في الفيديو واحنا معاكم دلوقتي. ايه المراحل اللي تمت عند حضرتك؟ هو اول حاجة جه حد كسر او يعني نحت الجزء من السقف حوالي من 5 سنتي ل 7 سنتي تقريبا، وبعد كده شالوا اجزاء من الحديد اللي هي اللي كان فيها مشاكل وحطوا شبكة حديد، وبعد كده جه مدفع شوت كريت صب الجزء اللي هم نحتوه وغطى الشبكة الحديد. انت حضرتك قلت لي قبل كده ان في مهندس جه هنا قبل كده وخد عينات عمل عليها اجهاد للخرسانة، مظبوط؟ اه بالظبط مظبوط. احنا عشان كان عندنا مشكلة مع المقاول، فاحنا قررنا ان احنا هنرفع عليه قضية. الكلام ده من فترة طويلة جدا، في من 2009 تقريبا، وبدأنا نخش في عشان نقدر ان احنا نعمل قضية، بنجيب خبير وبنجيب تقرير بتاع استشاري، وعملنا اختبارات للمناطق اللي هي فيها مشاكل ديت، وطلع فعلا ان هي الاجهاد بتاعها ضعيف، او يعني هي فيلير يعني في التست. هنا في حاجة مهمة جدا عايز اوريها لحضراتكم. احنا هنا لما جينا قشرنا العمود هتلاقوا حضراتكم الفاصل اللي قدامكم اللون اللي بدأ حط فيه مسمار الراجل، اللون اللي فوق لونه مصفر واللون اللي تحت ده لون الخرسانة الطبيعية، وده كان الفرق او الخلل اللي حصل في هذا المبنى. خرسانة تحت دي كانت بتاع العمدان سليمة، واللي في رقبة العمود هي الخرسانة اللي موجودة في السقف بدون اسمنت تماما وماسكة نفسها ازاي باشمهندس، دي حاجة بقى بتاع ربنا عشان يسترها على الناس. طبعا المقاول الله يسامحه ما حطش فعلا زي ما قلت في اول الحلقة نسب اسمنت خالص.
السقف قدام حضراتكم اصفر تماما. وطبعا احنا صلبنا السقف بجاكات، قشرناه بالطريقه دي، شلنا منه مسافه كبيره علشان خاطر ان انا عايز اصب سقف، اصب خرسانه تساعد مع الاجهاد. طبعا احنا لما قشرنا السقف بالصوره دي زي ما انتم شايفين حضراتكم، الحديد لقيناه متاكل تماما، لان حتى نوع الخامات اللي استخدمها خامات وحشه، خلت الحديد باص خالص والصدى كله، وكان بالصوره السيئه اللي قدام حضراتكم. طبعا زي ما احنا بنعمل في شغلنا بعد ما خلصنا النحاته وصلبنا السقف بالمنظر ده كده، على طول دخلنا في مرحله الصنفره، صنفرنا السقف على طول وشلنا الطبقه الهشه اللي موجوده فوق السيخ، لان انا مش هستخدم السيخ ده تاني، ومحدش يجيب لي سيره الرماله او الساند بلس، لان انا ما بستخدمهاش في شغلي، لان ما بعتش الحديد ده تشغيله تاني معايا خالص، انا بعتبره زي جسم الخرسانه. بخرم بقى في الكاميرات، خرمت في الكاميرات زي ما حضراتكم شفتوا، واشتغلت في السقف كله صنفرة ونظافة تماما، وخرمنا مكان ما احنا هنحط الحديد. السقف طبعا فلات سلاب، كان في تزريع كده كاميرات قديمة قبل كده موجودة، عملها الأستاذ أحمد قبل كده، ركبنا عليها واستفدنا بيها وعملناها سوليد سلاب، وركبت الشبكة بمادة تزريع زي ما انتم شايفين حضراتكم. انا طبعا خليت الصوره بالتصوير السريع علشان خاطر ما طولش عليكم الفيديو، وتشوفوا المراحل اللي احنا قمنا بيها، وشوفوا منظر السقف لونه اصفر ازاي. ده سقف فيه خرسانه، ما فيهوش اسمنت خالص، فمنظر فعلا كان مؤلم للغايه. طبعا زي ما انتم شايفين جميع الاخرام موجوده بمسافات مظبوطة، زي الكود المصري ما بيقول 16 سنتي مسافة بين كل سيخ وسيخ، يعني بالبلدي كده 6 × 10 او 3 لينيا في المتر فرش وغطى. وطبعا احنا بنركب الحديد تركيب هندسي، طرق التحميل بتاعتنا في الاتجاهات اللي هي مطلوبة مننا. طبعا الصورة زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الحديد الجديد، والحديد القديم مدهون بمادة عازلة، وركبنا الشبكة بقى بالصورة دي، اكتملت تماما، وكان فيه لسه أسياخ ما اكتملش دهنتها، دهناها. خراطيم الكهرباء موجودة هي زي ما هي، ما جيناش جنبيها. في كمان حديد 12 ركبناه في اماكن معينة عشان نزود التحميل، او نعملها زي كاميرات مدفونة كده بين العمدان وبعضيها، بنوريها لحضراتكم اكتر من مرة اهي، بين العمدان ركبنا اسياخ، اعتبرناها زي كاميرات مدفونة، نحملنا عليها طبعا الحديد بتاعنا. رجاء مراعاة الضمير ومراعاة ربنا في الشغل، لان الحالات اللي احنا بنشوفها حالات فعلا يعني سيئة للغاية، خراب بيوت، لكن فضل الله سبحانه وتعالى بيظهر للناس الحاجة بسرعة وبيلحقوا يكتشفوها وبيبدأوا بالعلاج بتاعها. دي اللي سايل في الكاميرات ده جنب تحت الاسياخ، دي المادة اللي احنا طبعا بنثبت بيها اسياخ الحديد. طبعا نوع الزلط والخامات اللي احنا بنستخدمها بتبقى تحت اشرافنا واحنا اللي بنجيبها، زلط طبعا خالي تماما من الاملاح الكلوريدات واملاح الكبريتات، الحجم بتاعه بيبقى حجم صغير لان سمك السقف اللي احنا بنصبه سمك صغير، وبعد كده بنقوم بعملية رش الخرسانة بمدفع الخرسانة الشوتكريت زي ما قال لنا الاستاذ احمد، وزي ما انتم شايفين حضراتكم بيترش بالصورة دي لغاية ما نغطي طبقة الحديد. هنسيبكم طبعا عشان تتفرجوا على صبة الخرسانة بالشوت كريت بتبقى ازاي، واحنا مجرين الفيديو علشان خاطر ما يحصلش ملل من حضراتكم.
طبعا هو سؤال عيب ان احنا نسأله بس هنقوله له، لان اللي بيعمل لنا القنوات والحلقة قال لنا اكتبوه. ايه رأي حضرتك في الاستاف اللي جاي اشتغل مع حضرتك هنا؟ والله هو انا فعلا انا جالي مجموعتين، مجموعة اللي هم اللي عملوا النحت وركبوا الشبكة بتاعت الحديد، والناس بتاعته ناس منتهى الادب والاحترام وناس جميلة جدا، وجم عملوا الحاجة في مواعيدهم وما فيش يوم يعني حصل تأخير، ما فيش يعني كل الشغل كان ماشي زي ما المفروض يتعمل بالظبط. وبرضو الطقم التاني بتاع شوت كريت جم في يوم ضغطوا نفسهم خلصوا بس اليوم ده متأخر شوية، وقدروا ان هم يرشوا 100 متر في يوم واحد. يعني معظم الناس اللي بيبقى عندها شروخ، اللي بيبقى عندها رطوبة في البيت، اللي بتبقى عندها مشاكل في المنشأ بتاعها، يعني هنشوف الاستاذ احمد يقول لهم ايه رايه في الموضوع ده او ينصحهم بايه. والله انا رايي ان الحاجات ديت في الحلول في كل ما كانت بدري كل ما بيكون الحل اوفر، حتى لو في يبدو ان هو تكلفته عاليه، هو لو صبروا عليه مع مدار السنين. اللي انا عارفه كمان ان الحديد المصدي بيعدي بعضه التكاليف، غير ان مواد البناء كل سنة عشان موضوع التضخم والكلام ده والسنوي طبعا كل سنة بتغلى وتكلفة العمالة بتغلى، ده مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بس كل ما المشاكل اتحلت بشكل اسرع كل ما التكلفة هتكون اكيد اقل، كل ما سبت المشكلة كل ما المشكلة بتتفاخم وكمان فيها خطورة. يعني الحاجات احنا بنتكلم في اساسات، مش بنتكلم في شوية ديكورات والكلام ده. يعني الديكورات والحاجات دي حاجة في ناس بتقدر تستحمل الناس بتقدر تستحمل الشكل ان هو يستحملوه سنة سنتين ثلاثة لحد ما يقدروا ان هم يوضبوه ويزبطوه، دي ما بيبقاش يعني ليها خطورة. انما حاجات الاساسات ان حتة من السقف تقع على حد على بتاع، دي طبعا دي حاجة مقلقة جدا لأي بيت، دي حاجة خطر. يعني طبعا احنا زي ما هو الراجل بيقول شكرا لنا، وده يعني تفضلا منه علينا، احنا برضو بنقول له احنا متشكرين طبعا كان استقبال حضرتك لنا، وكان بيغيب والله كتير علشان مش عايز طبعا الكلام ده ممكن يعمله مشكله في البنك، كان بيغيب كتير عشان الراجل يبقى واقف معانا يقوم بالواجب معانا. غير كده كمان كان استقباله مريح واستضاف الناس عنده، وكان والله قرفه الشغلانه حلوه، وكان شخصيه جميله جدا، وبنتمنى ان كل الناس نروح لهم يبقوا بشخصيه الأستاذ أحمد، ونتمنى له إن شاء الله ما يكونش عنده أي حاجة تانية، وربنا يتم له كل اللي هو هيكمله بعد كده على خير. أشكركم وإن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام.